بسم الله الرحمن الرحيم. أولادي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من الموضوع الثاني من منهجنا للترم الثاني. احنا الحلقة الماضية انتهينا من الموضوع خصائص التفكير العلمي وخطواته. النهاردة إن شاء الله هناخد زي ما احنا اتفقنا، احنا في نهاية كل موضوع بيكون في أسئلة تكون شاملة للموضوع من أوله لنهايته بشكل وافي. إن شاء الله النهاردة حلقة النهاردة هتكون مراجعة على الموضوع الثاني اللي هو خصائص التفكير العلمي وخطواته. أتمنى إن شاء الله إن هي تكون حلقة تستفيدوا منها على أكبر قدر ممكن بإذن الله. تمام إن شاء الله. إحنا أطلع علينا الموضوع الثاني، كان بدأنا بالتعريف، تعريف التفكير العلمي، خدنا مجموعة من الخصائص اللي ميزت التفكير العلمي، خدنا مهارات التفكير العلمي، خطوات التفكير العلمي، وطبقنا على خطوات التفكير العلمي كما أوضحنا في الحلقة الماضية بمثالين، مثال حياتي ومثال علمي، وخدنا المعوقات أو الصعوبات التي تعوقني أو تمنعني أو تحول بيني وبين التفكير العلمي. في نهاية الحلقة إن شاء الله يكون عندك القدرة أنك أنت توضح معنى التفكير، يكون عندك القدرة برضو أنك أنت تجيب معنى للتفكير العلمي من خلال فهمك للحلقات الماضية والحلقة دي بإذن الله. يكون عندك القدرة أنك أنت تناقش خصائص التفكير العلمي من خلال الأسئلة اللي إحنا هنطرحها مع بعض أو اللي إحنا نتعرض ليها مع بعض. هندلل بالأمثلة على بعض خصائص التفكير العلمي، هنشرح من خلال الأسئلة برضو بعض مهارات التفكير العلمي، وهندلل بالأمثلة على هذه المهارات. هنطبق بالخطوات وهنحاول بأكبر قدر ممكن إن إحنا نشوف خطوات التفكير العلمي بأمثلة برضو من واقع الحياة وأمثلة علمية مشهورة جدا. هنشوف الكلام ده في مضمون حلقتنا النهاردة. وأخيرا إن شاء الله يكون عندك القدرة إنك أنت تستنتج أو تستخلص معوقات أو الصعوبات التي تعوقني عن ممارسة هذا أو هذه القدرة المهمة جدا جدا، اللي هي لا تقتصر فقط على العلماء، ولكن أيضا أنا كإنسان عادي أقدر أفكر تفكير علمي بشرط أن يكون تفكيري منظم وله هدف. كمان أبناء الطلبة نبدأ على بركة الله بالسؤال الأول. إحنا زي ما إحنا متفقين إحنا نمشي برضو في موضوع حلقتنا، موضوع المراجعة. هناخد أكبر قدر ممكن من الأسئلة اللي هي اختيار من متعدد، وفي نهاية الحلقة هناخد كام سؤال من الأسئلة المقالية المهمة. نبدأ. السؤال الأول أحبائي الطلبة بيقول لك: الظاهرة التي يتناولها العالم بالوصف والتفسير والتنبؤ. إحنا قلنا الوصف والتفسير والتنبؤ دول مهام أو وظائف رجل العلم الأساسية، لا تكون مفهومة، عمرها ما تكون مفهومة إلا إذا قصدنا أو كان في دماغنا كده معرفة أسبابها. أولا لازم نعرف أسبابها، يعني عشان أتناول ظاهرة زي البرق والرعد لازم أعرف إيه السبب للبرق والرعد. تمام. طيب، معنى إن أنا أعرف السبب أو معنى إن أنا أقصد أو يكون عندي غاية لمعرفة السبب. نستخلص من العبارة السابقة أبنائي الطلبة أحد خصائص التفكير العلمي الجميلة اللي إحنا أخذناها في أول حلقة. هل هنا موضوعي ولا هادف ولا عام ولا كمي؟ أظن في كلمة عندك لو فهمتها أنت تقدر تحل السؤال. كلمة قصدنا، ما معنى القصد؟ ما معنى الغاية؟ نعم تمام، هو الهدف يا ميس. يبقى إذن الظاهرة أو المشكلة اللي بياخدها العالم علشان يصفها يفسرها يتنبأ بشكلها في المستقبل يكون عاملة إزاي، لازم يكون في سبب إن أنا أعرف أسبابها. أولا أسباب المرض، أسباب الأمراض عشان أقدر أعالجها، أسباب الفيضان عشان أقدر أمنع الفيضانات من خلال إقامة السدود بشكل علمي. يبقى كده التفكير العلمي أو الخاصية لي أنه تفكير هادف وله غاية وله قصد معين. برافو عليكم. السؤال الآخر وهو أيضا اختيار من متعدد، يتوقف حلك السريع للسؤال وحلك الصحيح للسؤال على فهم معناه، على فهم معناه، ويتكاد تكون الأسئلة أبنائي الطلبة متوقفة على معنى واحد. لو فهمت هذا المعنى اللي موجود في بطن السؤال على طول عينك وإيديك هتشاور على الاختيار الصحيح. طيب نشوف سؤالنا: من معانيها الحياد إن أنا أكون شخص محايد، أي إن أنا لا ينحاز إلى أي طرف. لكن أنت ما تتحس العالم لا ينحاز إلى أي طرف من أطراف المشكلة أو أي طرف من أطراف أي شيء بيناقشه من أطراف النزاع الفكري أو الخلاف العلمي. تشير العبارة السابقة إلى أحد خصائص التفكير العلمي، وهي هل هي الموضوعية؟
هل هي الاستمرارية؟ هل هي الحرية أم الإجرائية؟ الإجرائية هنا أفكرك بيها ليه؟ التجربة بوسائلها بأدواتها المعروفة. طيب بقول إن أنا منحسي، بقول إن أنا ما أحبش طرف على حساب طرف، بقول إن أنا ما أكرهش لوجه الله طرف لمجرد إن أنا مش حابة الحديث معاه، بقول إن ما يكونش فيه انحياز عاطفي ولا انحياز متعصب ولا انحياز من أي نوع. هذا هو معنى أبنائي الطلبة. برافو عليكم، هذا هو معنى الموضوعية. الموضوعية في معناها الفريد والأولي إن ما يكونش فيه انحياز لأي طرف، لأي جزء من أجزاء المشكلة اللي أنا بناقشها، يكون فيه موضوعية. معنى الموضوعية هذا هو الانحياز والنزاهة. تمام. عفوا. السؤال الآخر بيقول لك: كان جاليليو العالم العلمي الشهير، العالم الإيطالي الشهير، في إثباته لقانون سقوط الأجسام الحر بيجري التجارب، الراجل كان بيحب يتحقق من اللي بيقوله عن طريق التجربة. وجاليليو على فكرة أبناء الطلبة لعب دور كبير جدا 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 في نهضة العلم، لما ربط العلم أو ربط النظريات العلمية بالرياضة عمل ثورة. الراجل هذا، الرجل العالم الفريد من نوعه، عمل ثورة في العلم. قال لك توصل لقانون حلو قوي قوي اسمه سقوط الأجسام. تحقق من هذا القانون زي ما احنا عارفين التجربه الشهيره اللي قلتها لك الحصه اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت، وعلى فكره انا جايبها لك الحلقه دي برضه. طلع على برج بيزا المائل اللي في ايطاليا المشهور جدا في ايطاليا، عمل تجربه، وقع كره من الرصاص الثقيله ووقع ريشه. من الفيزياء التقليديه اللي قبله قالوا ايه بقى؟ ان السرعه ان الثقيله هيوصل قبل الايه؟ قبل الخفيف. جاليليو قال لا، الاثنين هيسقطوا في نفس اللحظه بناء على التجربه اللي عملها ابناء الطلبه، والتجربه اثبتت صدق ما يقول او صحه ما يقول. طيب عبر بقى عن اللي وصله من خلال التجربه ده عن النتيجه بشكل قانون. برضو الراجل ده عمل ثوره ان هو ربط العلم بالرياضه. نستخلص من العباره السابقه: اثنين من خصائص التفكير العلمي هما، انا عندي في الجزء الاول من السؤال خاصيه وفي الجزء الثاني من السؤال خاصيه. برافو عليكم. هل مستمر؟ انا سامعه في ناس بدات تحل. مستمر وموضوعي، موضوعي وعام، كيف يخاص، اجرائي وكمي. مش لسه قايله في السلايد اللي قبل كده او الشريحه اللي قبل كده اجرائي معناه تجربه، يبقى انا عندي كده التجربه. برافو علينا. وعندي ان انا احول الكيف للكم اللي هو الحساب والمعادلات. برافو عليكم، اجرائي وكمي. جاليليو عمل تجربه، حول اللي وصل له لمعادله حسابيه اللي هو الكمي اللي هو الرياضه، لغه العدد، لغه الرقم. ننتقل إلى السؤال الآخر أبنائي الطلبة، وهو أيضا اختيار من متعدد العلم كما يقول جورج سارتون. جورج سارتون بالمناسبة أبنائي الطلبة هو مؤرخ مشهور جدا 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 للعلم. يعني إيه الراجل ده بيؤرخ للعلم يا مس؟ يعني بيقول لك بدأ إمتى؟ كان مزدهر إمتى؟ فلسفة العلم، فيما فلسفة العلم، تاريخ العلم ليه دور مهم جدا جدا داخل فلسفة العلم. العلم كما يقول جورج سارتون هو النمو. أنا بنمو إلى إيه يا أولاد؟ في الخبرة الإنسانية. النمو دائما بيكون نحو الأمام، النمو دائما بيكون نحو الأعلى. كده أنا فهمت السؤال بشكل جميل. توضح العبارة السابقة أحد خصائص التفكير العلمي، وهي: هل إجرائية؟ هل أنا معايا هنا تجربة بأدواتها؟ لا. هل في حرية؟ إن أنا معنى من المعاني اللي موجودة قدامي بتقول في حرية. إحنا هنلعب هنا في السؤال ده على خاصية الاستبعاد، وأنا استبعدت الإجرائية، استبعدت الحرية. هل في هنا اي حديث عن الموضوعيه؟ ان اي حديث عن الانحياز، اي حديث عن النزاهه، اي حديث عن معنى الموضوعيه؟ لا. يبقى طالما انا قلت نمو، نمو حركه الى الامام، حركه مستمره الى اعلى، برافو عليك، يبقى من خصائص التفكير العلمي انه مستمر منذ الابد والى الابد. واللي بيضمن استمرار التفكير العلمي والعلم هو وجود الانسان. اللي بعد كده ابنائي الطلبه بيقول لك ايه بقى؟ إن تعريف هذا الشيء اللي هو بيسألك عنه جه في المعجم الفلسفي. إحنا عندنا في الفلسفة معاجم فلسفية كتير، من أشهرها معجم فلسفي حلو قوي قوي لفيلسوف عندنا أو لأستاذ عندنا في الفلسفة اسمه مراد وهب. عنده معجم اسمه المعجم الفلسفي، بوصفه بيقول لك بقى إن الشيء اللي هو بيعرفه داخل المعجم بيقول لك إيه؟ الشيء ده في المنهج التجريبي نقطة البداية، نقطة الانطلاق، نقطة التفكير، البداية أول حاجة أنا بقف عليها اللازمة لكل بحث علمي. وفي الرياضة برضو يا ميس هو نقطة البداية اللي بنستخدمها لإثبات نظرية أو لإثبات مثلا معادلة حسابية أو إثبات
شكل عددي معين او مساله عدديه معينه. طالما قلت نقطه بدايه، طالما قلت انطلاقي من خلاله في التجربه ومن خلاله في الرياضيات، هذا هو احد خطوات التفكير العلمي اللي احنا قلناها الحلقه الماضيه. هل اختبار كل اللي قدامك ده، كل اللي قدامك ده خطوات من خطوات التفكير العلمي، ولكن اللي بيقصده معجم الفلسفه نقطه البدايه. انا ببدا بايه سنه اولى؟ بختبر الاول. يا نهار ابيض، لا ده الاختبار ده بيجي فيه، لا مرحله مش، لا بعده. هل ادراك؟ ده الادراك ده بيجي في البدايه خالص. انا بحدد بعد ما بدرك، يبقى الذي انطلق منه في معالجتي لمشكله فلسفيه او مشكله علميه او ظاهره علميه، وانا بفترض على طول، برافو عليك، هو الفرد. زي ما جاليليو قال ايه، ان الشمس هي مركز الكون وليس الارض، هو ده الفرد اللي حاول في كل التجارب بتاعته يثبت صحه هذا الفرد، والفلاسفه اللي جم بعده ايدوه، قصدي العلماء اللي جم بعده وايدوه في هذا الفرد المهم والثوري في تاريخ العلم. يبقى فرض الفروض اول او منطلق العالم في علمه. تقول الدكتوره يمنى الخولي: العلم ممارسه انسانيه، العلم ده شيء بيمارسه الانسان، بيقوم بالانسان، من افعال الانسان، من اعمال الانسان، وفاعليه حيه ومتطوره دائما. قلت لك متطوره دائما نحو الامام يا ميس، برافو عليك، التطور يكون نحو الامام دائما. والتقدم مفطور. يعني ايه التقدم مفطور؟ انا جايبه لك بين قوسين، اللي بين قوسين ده مش كلام الدكتوره من الخول، انا بقول لك يعني ايه مفطور الكلام، عشان انا ما ينفعش اخد لحد هنا، لازم انا اكمل لك الجمله بتاع الاستاذه اللي قدامنا. بيقول لك التقدم مفطور يعني معناه سمه من سماته الاساسيه، صفه من صفاته الاساسيه. معنى نستنتج من القول السابق احد خصائص التفكير العلمي وهي الاستمراريه. برافو عليكم، انتوا جاوبتوا من غير انا ما اتكلم او انا اقول. طالما قال لك تطور، طالما قال لك نمو، طالما قال لك الى الامام والى الدرجات الاعلى، هذا هو معنى الاستمراريه. شوفوا واخدين الاستمراريه بكم معنى، ما شاء الله عليكم يا سنه اولى فاهمين. طيب السؤال الاخر بدا فرانسيس بيكون وديكارتو، كلاهما فلاسفه من فلسفه الفلسفه العظام. بدا فرانسيس بيكون وديكارت فلسفتهما، الاثنين بداوا فلسفتهم بمعارضه، ان هم اول ما بداوا كده عرضوا يا مس على طول، مفيش اي حاجه وافقوا عليها. انا ببدا بتبداي تحل يا مس معانا ليه؟ معارضه، يعني ما كانوش موافقين على الطريقه الارسطيليه اللي كانت مشهوره قبلهم ومسيطره، نظريه ارسطو الفيلسوف اليوناني ده اللي قاعد، انا قلت لكم قاعد مسيطر لقرون. سيطره اراء ارسطو وافكاره يا اولاد سيطره كبيره جدا جدا، وتم في العصور الوسطى. فرانسيس بيكون وديكارت ما عجبهمش الحال، بدأوا فلسفتهم بمعارضة هذه الطريقة ومعارضة هذه الفلسفة ومعارضة العلم الأرسطي والمعرفة الأرسطية، يخالف ما تحته خط أحد معوقات التفكير العلمي، وهي هل هنا عوامل وجدانية وإنفعالية؟ يعني هل في إنفعال أو وجدان هنا؟ تعصب، قلق، توتر؟ لا، نستبعد هذا الاختيار. هل في انتقاء، اختيار للمعلومات اللي لا خالص، ده بعيدة أو مستبعدة، إن هم بيختاروا معلومات بتوافقهم، غلط. هل تقبل المعلومات والبيانات دون نقد ام اخطاء منطقيه؟ برافو عليكم انا بقول هم عارضوا الطريقه الارسطيه، معناها ان اللي تحت خط ده هم عارضوا المعوق او الصعوبه اللي بتقول انت بتقع في خطا في التفكير العلمي لما تتقبل البيانات والمعلومات دون نقد. بس فرانسيس بيكون وديكارت ما عملوش كده، هم عارضوا، هم نقدوا، هم رفضوا، عشان كده هم هنا خلفوا احد معوقات او صعوبات التفكير العلمي اللي هي تقبل البيانات والمعلومات وكل ما هو مألوف بالنسبة للناس وكان صحيح. لا، هم بدأوا يعارضوا ده وينقضوا ده، وخلفوا بذلك تقبل المعلومات والبيانات دون نقد. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الانتقال، ان انا بنتقل من دراسة حالات ووقائع جزئية، بنتقل بدراسة جزء وقائع حالات او وقائع جزئيه لقانون كلي. والله سهل جدا، قانون كلي ينطبق عليها وعلى الحالات والظواهر المماثله لها. زي ما انا قلت الحديد يتمدد بالحراره، النحاس يتمدد، اي حالات جزئيه تنتمي الى طائفه المعادن، برافو عليك. وبعد كده رحت خبط القانون الكلي بتاعه، قلت كل المعادن تتمدد بالحراره، هذه هي الحريه ولا الموضوعيه ولا الاستمراريه ولا العموميه؟ انا قلت كل يا ميست، احنا قلنا كل، يبقى هنا برافو عليك، هنا هي العموميه، قانون ينطبق على الحالات الجزئيه اللي انا درستها
وعملت عليها التجربه، والحالات اللي انا ما عملتش عليها التجربه مثلا زي الذهب زي الفضه زي الالومنيوم، كل الحالات المماثله. يبقى هذه هي العموميه، برافو عليكم. بعد كده لما اجي اقول لك في السؤال ترتيب وتنظيم المعلومات كما هو موضح امامك في السؤال اللي قدامك، بقول لك انا برتب وانظم المعلومات والبيانات اللي موجوده معايا اعتمادا على السمات والخصائص المشتركه والمختلفه بينا. انا اديتكم في الحلقه السابقه مثال على الموضوع ده، فاكرين الجدول؟ فاكرين؟ سامع ناس بتقول فاكره. نستخلص من العباره السابقه احد مهارات التفكير العلمي. انا رتبت، انا نظمت، انا حطيت معلومات في خانه، معلومات مرتبطه ببعضها في خانه اولانيه، معلومات مرتبطه ببعضها في خانه ثانيه. هل ده تصنيف؟ تحديد متغيرات مستقله في اي تحديد متغيرات مستقله داخله تابعه؟ هل ده قياس؟ في اي هنا اداه من ادوات التجربه قدامك انا ذكرتها؟ لا. هل في هنا تجربه بكل ما تحمله معنى التجربه، من ان انا اخش المعمل او ان انا اطلع على البرج زي ما جاليليو عمل؟ يبقى ترتيب تنظيم، يبقى هذا هو التصنيف. برافو عليك، برافو. سؤال اخر بيقول لك يقوم العالم بتسجيلها. شيء العالم بيقوم بتسجيله، بيسجله عنده كده، روح مدونه بايده عشان ما ينساهوش، او يدونه عنده في اي بشكل حتى يعني تسجيل مثلا ريكوردر مثلا. وبعد ما بيسجلوا ابناء الطلبه بينظموا، بعد كده بيروح رابط الدنيا ببعضها عشان يفسر اللي بيناقشه تفسير صحيح. تشير عباره العباره السابقه الى احد مهارات التفكير العلمي، وهي هل هي التجريب؟ نستبعد التجريب على طول، لان انا ما عنديش اي حاجه في السؤال تحتمل او تشير الى التجربه بكل ادواتها، وبالتالي نستبعد القياس لان انا ما عنديش اي ادوات للتجربه او للقياس هنا. يبقى انا بقى عندي ملاحظه وتصنيف. المس لسه قايله لي في الشريحه اللي قبل كده ان التصنيف معناه ان انا برتب بنظم بصنف. يبقى انا ما عادش معايا غير الملاحظه، برافو عليكم. هي الملاحظه اللي العالم بيقوم بيها، بيلاحظ اشياء عينيه ما شافتهاش قبل كده، انتبه لاشياء مش مألوفه، يبدا بقى يلاحظ هذه الاشياء ويسجلها، ينظمها، يربطها ببعضها عشان يبدا ايه؟ يشوف الدنيا ماشيه ازاي، ويبدا على الخطوات اللي احنا قلناها ويمارس بقى المهارات اللي احنا قلناها في الحلقه الماضيه. بعد ذلك بيقول لك عارفين الجدول الدوري بتاع مندليف؟ بيقول لك الجدول الدوري ده احنا حطينا فيه مندليف، العالم ده عمل الجدول الدوري ده، قعد نظم فيه العناصر الكيميائيه ووضع فيه العناصر الكيميائيه، رتبها ازاي؟ يعني العناصر الكيميائيه مش مترتبه بشكل عشوائي ابناء الطلبه، لا، عارفين ان كل عنصر ليه عدد ذري وتوزيع الكتروني وفي خواص كيميائيه، حط اللي خواصهم الكيميائيه متكرره او متشابهه مع بعضهم، وحط الفلزات. لو انت هتفتح ان شاء الله الجدول بحثت عنه هتفتح هتلاقي الفلزات على ايدك اليسار ولا الفلزات على ايدك اليمين. هل نيكولا مرداييف العالم الروسي الشهير ده لما حط الجدول الدوري للعناصر الكيميائيه حطه كده بشكل عشوائي؟ طب هو حطه بالشكل اللي انا وصفته لك ده. نستخلص من العباره السابقه احد مهارات التفكير العلمي، وهي هل ضبط المتغيرات؟ المس ما فيش اي متغيرات قدامي، انا ما فيش اي نوع من انواع المتغيرات، لا مستقله ولا دخيله ولا تابعه، نستبعد المتغيرات على طول. هل هنا في تصنيف؟ طب نخش نشوف ملاحظه كده، طب ننسى كتاب الملاحظه. هل في اي حاجه انا سجلتها او انتبهت ليها، معذره، قمت عملت لها تدوين وسجلتها؟ لا ما فيش. هل انا معايا ادوات هنا؟ انا معايا ميكروسكوب، هل معايا مقاييس معينه، هل معايا اوزان معينه؟ لا، ما عادش غير التصنيف. التصنيف انا طالما قلت ترتيب تنظيم على طول عايزك تحفظها، ترتيب تنظيم تصنيف، ترتيب تنظيم تصنيف. برافو عليك، هذا هو الحل للسؤال المهم الذي امامك، وهو مهاره التصنيف. سؤال الاخر ابنائي واحبائي الطلبه بيقول لك جمع المعلومات والبيانات. العالم او انت بتبدا تجمع معلومات وبيانات على عن مشكله انت بتواجهها. طب بعد ما جمعت البيانات والمعلومات هسيبها؟ لا، هبدا احلل اناقش بقى واشوف ايه السبب الرئيسي لهذه المشكله، اضع بقى ابدا اعمل قوائم او اعمل مخطط. عندك كلمه قائمه ومخطط بيحتوي على رسوم بيانيه، والله سهل جميل جدا. تقصد العباره التفكير العلمي، هل تفسير بيانات ولا تحديد متغيرات؟ نستبعد تحديد المتغيرات. هل في قياس بادواته؟ هل في ضبط للمتغيرات؟ بعد ما بحدد بضبط بقى، بعد ما احدد متغيرات ثلاثه بقى ابدا اضبط.
يبقى على طول اعرف ان انا طالما جمعت وحللت وحطيت في جدول وحطيت في قائمه او مخطط ايا كان مسمى الجدول اللي عندك، هذا هو تفسير البيانات، المهاره الاخيره من مهارات التفكير العلمي. تمام، حلو قوي. يبقى السؤال كان اجابته تفسير البيانات. السؤال الاخر بيقول لك ايه بقى؟ لما اجي اقول ان العالم في المعمل بتاعه قاعد كده، درجة الحرارة بتاعت المعمل، وحتى انت لو قاعد بتذاكر على فكرة، لو الجو حار جدا وانت مش بتشتغل مروحة او تكييف بتتأثر، لو الإضاءة مش كويسة انت بتتأثر، لو انت الدنيا حواليك مش منظمة ومش نظيفة، فطبعا مدى جودة مذاكرتك ومدى تحصيلك هيتأثر، ما بالك بقى بالعالم اللي قاعد جوه المعمل وبيبدع وبيديني، وانت برضه بتبدع في المذاكرة لما تجيب مجموع كبير، برضه انت مبدع. طيب لما اجي اقول بقى ان درجه حراره المعمل واضاءته ومدى تنظيمه ونظافته، كل ده يا ابنائي الطلبه بيأثر على اداء. لا يا ميس والله كنت ما اعرفش، انا اول مره اعرف الموضوع ده. ده بيأثر طبعا على، اسعى على نفسك كده وانت بتذاكر هتلاقي الدنيا بتتأثر طبعا. له تأثيرا كبيرا على اداء وعمل العلماء وجوده عمله. تخيل نفسك انت قاعد بتتعامل مع مكان منظم، درجه الحراره فيه معقوله مقبوله، اضاءته قويه ومريحة للعين في نفس الوقت، المكان منظم ونظيف. نستنتج بقى من العبارة السابقة أحد المتغيرات، إحنا قلنا المتغير اللي هو الإيه؟ أي عامل بيأثر عليا وأقدر إيه؟ أسيطر عليه في دراستي. إحنا خدنا 3 أنواع على فكرة. آه، نفتكرهم؟ برافو، مستقل، دخيل، تابع، برافو عليكم. دي أحد أنواع المتغيرات اللي بتأثر على نتيجة البحث، وهي هل متغيرات مستقلة مرتبطة ولا منفصلة ولا دخيلة ولا تابعة؟ احنا قلنا أي حاجة جاية من خارجية، أي حاجة بتأثر عليا من الخارج، هذا هو معنى المتغيرات الدخيلة، برافو عليكم. والمستقلة ومنفصلة على فكرة أنا جايبة لكم عليها أسئلة، اللي ما فهمهاش الحلقة الماضية أو وقع منه هيفهمها الحلقة دي. يبقى أنا المتغير الدخيل أي متغير أو أي شيء بيدخل على الحدث او على المشكله او على الظاهره بيأثر عليه، زي درجه الحراره، زي الاضاءه، زي النظافه، والى اخره. سؤالنا الاخر ابنائي الطلبه، والمثال المشهور اللي على طول نستشهد بيه، اي معادن تتمدد بالحراره؟ العلاقه بين الحراره كسبب، مش احنا قلنا ان الحراره هي سبب تمدد المعادن والتمدد ده النتيجه؟ برافو عليكم، ده انتوا بقيتوا مناطق عظام. المعادن تتمدد بالحراره، العلاقه بقى بين الحراره كسبب والمعدن تمدد المعادن كنتيجه، ده بيصف لنا نوعين من المتغيرات. لسه الناس بتقول في الشريحه اللي قبل كده ان احنا ناخد المتغيرات بشكل في الاسئله بشكل كبير. طيب دول نوعين من المتغيرات. اول ما اقول لك ان في علاقه ما بين السبب والنتيجه، ده نوع من المتغيرات، واديتك على فكره عنهم نفس المثال ده الحلقه اللي فاتت. بيصف لنا نوع علاقه ما بين متغيرين، هل الدخيل والمستقل؟ انا اشوف احنا هنا نشوف مفيش هنا متغير دخيل، الناس ما قالتش على ان الحراره والمعادن متغير دخيل. طيب تابع ودخيل برضه نستبعد، يبقى انا استبعدت دخيل من هنا واستبعدت دخيل من هنا، يبقى استبعد دخيل من ثالث اختيار، يبقى على طول الاختيار الصحيح ابنائي الطلبه هو المستقل والتابع، اللي بيصف لي العلاقه ما بين السبب والنتيجه كتمدد الحراره، تمدد المعادن وعلاقتها بالسبب اللي هو الحراره. برافو عليكم يا سنقول. طيب سؤال بعد كده، انا مش عايزاك تتخض من اي اطاله للسؤال، السؤال قدامك طويل افهمه واقراه. اي عالم قدامك ممكن يكون اسمه انت ما وردش عليك قبل كده، ما تستغربش. انا ما يهمنيش، ابقى بعد كده ابقى اعرف بعد الامتحان اعرف العالم ده عمل ايه، ده معلومه ومهمه وهتعود عليك بالنفع العقلي. ما تستغربش من الاسماء اللي نجيبها لك، ما تستغربش من السؤال، الاجابه دايما تكمن في بطن السؤال، ودائما وابدا انا واثقه في قدراتكم، لان كنتم عودتوني ان كنتم مبدعين وقادرين على الحل الجميل. يقول نيكولا كوبرنيوكس، ونيكولا كوبرنيوكس هو برضو احد العلماء اللي قالوا، انا بشرح لك اهو دي معلومه ليك، ان الارض مش هي مركزيه، مش مركز الكون. وتابعوا على فكره جاليليو صدق، او جاليليو اخذ هذا الراي عن نيكولا كوبرنيوكس ووافق عليه. نقد نيكولا كوبرنيوكس نظريه مركزيه الارض للكون، نقدها
من اوائل الناس اللي نقدوه على فكره كوبرنيكوس، واستبدلها بنظريه دوران الارض والكواكب كلها حوالين الشمس. عارفين يا اولاد هو قال الكلام ده بشكل نظري. الجديد بقى كان عند جاليليو ان هو عمل الكلام ده بشكل عملي. تمام؟ قال بشكل نظري ان مش من الطبيعي ان يدور الجسم الصغير اللي هو الارض حوالين الجسم الاكبر. صح على فكره منطقيا صح. طب ايه الطبيعي يا كوبرنيكوس؟ ان الجسم وهو الشمس وليس لا، ان من الطبيعي خلينا بهدوء كده، من الطبيعي ان الجسم الصغير هو اللي بيدور حوالين الكبير، صح؟ هو من الطبيعي ان الارض هي اللي تدور مش الشمس هي اللي تدور، تمام؟ وليس العكس. تعد العباره السابقه تجسيدا لاحد خصائص التفكير العلمي، وهي هل الاستمراريه ابناء الطلبه ام الحريه ام الكميه ام الاجرائيه؟ اكاد اسمعكم. نعم انها الحريه. عارف فاكرين لما انا قلت لكم ان الحريه ليها كذا معنى؟ المعنى الاولاني ان العالم بيختار موضوع بحثه، محدش بيقول له، يعني محدش قال لنيوتن مثلا او قال للدكتور احمد زويل انت روح اشتغل في البريفنتوز، هو اختار بوعيه وبفكره وبحبه لهذا التخصص ان هو يشتغل في البريفنتوز. نيوتن كل العلماء اختار لهم مطلق، اختاروا موضوع البحث، اختاروا ماده البحث بتاعتهم، هذا هو معنى الحريه. ولها معنى اخر ان انا انقض بس على دليل علمي. لما كوبرنيكوس نقد مركزيه الارض، طب ما قالش انا ناقد وخلاص من اجل من يعني من غير سبب، قال لا عشان الجسم الصغير اللي هو الارض ما ينفعش يدور حوالين الجسم الكبير، تمام؟ ما ينفعش، معلش، الجسم الكبير هو اللي يدور حوالين الجسم الصغير، العكس صحيح، اللي هو الجسم الصغير هو الارض، هو طبيعي جدا 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 بالمنطق والعقل هو اللي يلف حوالين الجسم الكبير اللي هو الشمس. طبعا هذه هي الحريه بمعانيها اللي احنا اخذناه الحلقه الماضيه. السؤال الآخر أبناء الطلبة، وإحنا قلنا السؤال اللي سبق كان في كوبرنيكوس اللي هو كان قال إيه بقى؟ نظرية مركزية الشمس للكون، تمام. جاليليو اللي جه بعده قال دافع في السؤال أهو كما هو واضح أمامك، بيقول لك دافع جاليليو عن نظرية كوبرنيكوس وهي مركزية الشمس للكون، لكنه اختلف عنه. هو ما دافعش وسكت وما آمنش بشكل كده قال خلاص أمين على، لا ده كان ليه إضافات. اعتمد بقى، احنا قلنا ان كوبرنيكوس قال ان الشمس مركز الكون بناء على ايه؟ قال الجسم الصغير ما ينفعش ايه؟ يلف حوالين الجسم الكبير اللي هو الارض، ما ينفعش يلف، العكس هو الصحيح. طيب جاليليو قال نفس النظريه ابناء الطلبه، بس اختلف عنه في اعتماده في ملاحظته على التلسكوب، ويكمن هنا بقى الحل. التلسكوب اللي اخترعه من اجل ذلك، نستنتج من العباره السابقه، احنا قلنا التلسكوب ده اداه او وسيله، معنى كده ان التفكير العلمي كيفي. هل هنا انا قلت اي معادله او اي مساله حسابيه؟ لا. هل هو موضوع انحياز او نزاهه او اي حديث عن معنى الانحياز او الحياد او النزاهه؟ لا. هل هنا في كلام نظري؟ انتوا عارفين ان انا لو قلت ان كوبرنيكوس قال الكلام ده وقفت، يبقى كمي هو الكلام كلام نظري، ما اثبتهوش بال التلسكوب اللي هو التجربه. برافو عليكم. الاجرائيه اللي هي التجربة اللي بتعتمد على أدوات وإجراءات معينة. برافو عليكم يا سنة أولى. السؤال الآخر بيقول لك إذا تجمد الماء عند الوصول عند درجة حرارة 0 درجة مئوية في كل الحالات، من فضلك خليك معايا عند كل الحالات دي عشان أنا راجع لها، في كل حالات الملاحظة يمكننا القول بالنتيجة التالية: الماء يتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عندما يصل إلى درجة حرارة 0 درجة مئوية. أنا فهمت السؤال جدا، جميل جدا يا مس، برافو. طيب بعدين تعد بقى العبارة السابقة تجسيدا لأحد خصائص التفكير العلمي، وهي أنا بقول كل ما العلماء كل ما يجوا يحولوا الماء من الحالة السائلة للحالة الصلبة اللي هو التجمد، الكلام ده بيكون عند درجة حرارة 0 مئوية في كل الحالات، كل المعادن تتمدد بالحرارة، كل الفاكهة طعمها لذيذ. ده معنى الايه بقى؟ العموميه ولا الاستمراريه ولا الموضوعيه ولا الكيفيه؟ خلاص احنا ما بقيناش بقى، احنا بقينا شطار، احنا بقينا عباقره، مش عايزين نفهم يعني ايه من استمراريه ولا موضوعيه ولا كيفيه ولا عموميه. امال ايه بقى الاجابه؟ برافو عليكم، العموميه. كل تحتمل معنى العموم، تحتمل معنى الشمول. برافو عليكم يا سنه اولى. السؤال اللي بعد كده بيقول لك هو شيء انا بسلم بيه او بؤمن بيه بطريقة أو بشكل مؤقت مش بشكل مؤكد، مش ده النهاية يعني. هذا الشيء قابل للتعديل، ممكن أعدله، ممكن أغيره، ممكن أستغنى عنه خالص لو اتضح إن هو غلط
او عكس اللي انا عايزه، مش هيثبت لي التجربه مثلا، او مش هيثبت لي صحه التجربه او الفكره اللي انا عايزه اعملها. والبحث عن غيره يعد هذا بقى تجسيدا لاحد خطوات التفكير العلمي، وهي هل ده في اختبار للفروض؟ في اختبار، اختبار الفروض يكون من خلال التجربه بالمناسبه. مفيش نقط، يبقى كده نستبعد ده. تحديد المشكله تاني خطوه. لا ده هي المشكله متحدده على فكره، ده فرض فروض ولا اختيار الفرض الصحيح اللي هو اخر حاجه. برافو عليكم، انا سلمت بيه بشكل مؤقت وقابل للتغيير والتعديل او ان انا استغنى عنه من خلال هنا اهو، هنا اهو اختبار التجربه. برافو عليكم يا سنقول. قام داروين، تشارلز داروين هو عالم من علماء الاحياء على فكره، اللي صاحب نظريه التطور الشهيره جدا، ان شاء الله ممكن يتخصص في القسم العلمي، هيكون عنده فكره عن هذه النظريه اللي عملت ثوره برضه. قام داروين برحله على سفينه حول العالم لمده 5 سنوات. قعد الراجل باله طويل، العلماء دول بالهم طويل جدا. قعد على متن هذه الرحله 5 سنين، يعمل ايه يا ميس؟ يجمع في معلومات وبيانات وفكره من هنا على معلومه من هنا. استعان بها في نظريته عن التطور. الراجل كان حاطط في دماغه انه هو عايز يصل لتفسير لاصل الانسان. نظريه التطور معروفه جدا. قعد عشان يثبت نظريته 5 سنين على متن سفينه لف بها العالم كله، يجمع في معلومات وبيانات. المعلومات والبيانات دي بقى خدها كده 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 وراح ايه بيقول لك ايه بقى؟ يعمل ايه؟ طيب المعلومات والبيانات دي هناخدها كده ونحط تحتها خط. تدل على ايه بقى؟ احد مهارات التفكير العلمي، وهي هل قياسي او ابنائي الطلبه؟ في هنا اي اداه من ادوات استخدمها داروين انا ذكرت لك في السؤال؟ لا. استبعد. هل ملاحظه؟ هل تصنيف؟ ترتيب تنظيم؟ نستبعد. هل في اي تجريب ابنائي الطلبه؟ هل في اي معنى للتجربه بكل ما تتضمنه التجربه من خطوات و و؟ لا، انا قلت معلومات جمعها. هذه هي الملاحظه. معلومات جمعها وسجلها ودونها، رجع على بلده، بدا بقى ايه؟ يعمل نظريه عن التطور مشهوره جدا. وهذه هي الملاحظه. ذلك بقول لك في عمليه او تجربه علميه كده انا بعملها عشان احلل الميه وافصل عنصرين. احنا طبعا عارفين ان الميه بتتكون من عنصري الاكسجين والهيدروجين، طب احنا عايزين نفصل العنصرين دول على بعض، اخد الاكسجين كده لوحده والهيدروجين كده لوحده. الكلام ده بيعتمد على اجراءات وادوات معينه. بمرر تيار كهربائي في الماء، بجيب مثلا زي اناء مليء بالماء واحطه في تيار كهربائي، ومن خلال هذا طبعا بقى تجربه علميه، دي بيبقى ليها مميزات وصفات معينه. انا بقول لك بس بشكل يعني ايه، بشكل اجتهادي. بستنتج من العباره السابقه احد مهارات التفكير العلمي، وهي لما اجيب اناء ابنائي الطلبه واحط فيه تيار كهربائي، سكه كهرباء، ده ايه؟ ده معناه ايه؟ مهاره من مهارات التفكير، هل القياس، ضبط متغيرات، تصنيف، ولا تفسير معلومات؟ برافو عليكم، ده انا بقول ادوات اهو من ادوات التجربه، تيار كهربائي واناء فيه ماء. على طول ده معنى القياس. هذا هو معنى القياس. بعد كده السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ عندما يغير العالم المعطيات او النتائج، شايفين؟ ويسجلها بصدق، يعني بيعمل ايه هنا؟ عمليه تزييفيه، واظن انتوا خدتوا الكلام ده في بدايه في الموضوع الاولاني، الامانه العلميه فاكرينها؟ طيب قريب منها على فكره، قريب من معنى الامانه العلميه. لما يغير العالم من نتيجه، يعني التجربه اثبتت نتيجه فهو راح عشان النتيجه دي مش عاجباه، زور النتيجه دي وحط النتيجه اللي على هواه. عشان ما يقعدش يعمل تجارب ثانيه، كسول، عالم كسول. عشان كي يتجنب القيام بعمل اختبارات كافيه او اضافيه، لان الاختبارات دي هتثبت ان النتائج بتاعته دي خطا. يجسد الموقف السابق احد معوقات التفكير العلمي، وهي تقبل البيانات والمعلومات دون نقد، ولا عوامل وجدانيه، ولا انتقاء، يعني اختيار المعلومات والاستنتاجات اللي على مزاج الباحث، ولا اخطاء منطقيه. برافو عليكم، انا طالما قلت اللي على مزاج الباحث يبقى على طول هي دي السؤال، اجابه السؤال. هو غير من النتائج اللي ما كانتش عاجباه، مش عاجبه سيادته، ومكسل يقوم بتجارب تانيه عشان التجارب التانيه ممكن تثبت ان هو على غلط، يبقى هو هنا اختار معلومات واستنتاجات على هواه هو، مش على هوا التجربه. برافو عليكم يا سنقول، هذا هو معوق من معوقات التفكير العلمي اللي بتموت التفكير العلمي.
وتقضي عليه تماما. السؤال اللي بعد كده أبناء الطلبة بيقول لك تحدي العلماء. لما العالم يتحدى فكرة أو فرض أو نظرية قديمة كانت بتلعب دور، هذا التحدي بيلعب دورا هاما في تنمية الإبداع والتفكير العلمي. طبعا احنا عارفين ان كل العلماء، اينشتاين جه تحدى نيوتن، كوبرنيوكس جه تحدى النظريه اللي كانت بتقول ان الارض مركز الكون. كل العلماء العظماء اللي هم كانوا اصحاب نظريات علميه صادقه تحدوا بنظرياتهم الفكر السائد قبلهم اللي كان غلط. نستخلص من العبارات السابقه احد خصائص التفكير العلمي، وهي هل الموضوعيه ام الاستمراريه ام العموميه. مش هقف عند كل واحد على فكره يا سنقول، خلاص انا وقفت كتير. اما قلت حد، اما اقول نقد، اما اقول معارضه، على طول دي معنى الحريه، احد معاني الحريه اللي انا شرحتها منذ قليل. طيب القسم الاخر من الحلقه وهو الاسئله المقاليه. جميله الاسئله المقاليه، احنا بنديك فيها مطلق الحريه ان انت تطلق العنان لعقلك ووعيك وخبرتك الجميله دي اللي انت اخذتها من خلال الحلقات السابقه، انك انت تحل هذا السؤال المهم جدا والثري جدا. بيقول لك الكشف عن الاسباب المتحكمه في الظواهر من اجل السيطره عليها بالفهم والتحليل. ان انا اكشف عن الاسباب سبب، تمام، دلل بمثالين من عندك على احد خصائص التفكير العلمي المشار اليها في العباره السابقه. ان انا اصل للسبب اللي سبب البرق والرعد، سبب الفيضان، سبب الامراض، هذا هو ايه؟ احد خصائص التفكير العلمي. هذا لازم تقول للخاصيه، ولما اقول لك دلل بمثالين دلل لي بمثالين، ولو قلت ثلاثه ما فيش مشكله. هتقول للخاصيه ان التفكير العلمي ده هادف يهدف الى معرفه اسباب كذا، عشان معرفه اسباب الامراض عشان يعالجها ويقضي عليها، معرفه طرق او وسائل مواجهه المشاكل والكوارث البيئيه مثل اقامه السدود لمواجهه مخاطر الفيضانات. هتقول اي مثال منطقي وفلسفي هنحسبها لك صح. هنقول مثلا معرفه كيف ازاي نتجنب مخاطر كوارث طبيعيه زي الفيضان، زي الزلازل والبراكين. جميل جدا، اي سبب او اي مثال معقول ومنطقي هتحسب لك صح، بس اهم حاجه تقول الخاصيه والمثال اللي طالبه منك. السؤال اللي بعد كده برضو مقالي ابناء الطلبه بيقول لك خطوات محدده معينه هدفها الوصول الى التاكد او التحقق من صحه الفرض. احنا ما بنفترضش الفرض ونسكت. جاليليو ما قالش ان الارض هي مش مركز الكون وسكت، ده اخترع بعد كده التلسكوب عشان يتاكد ان الشمس هي مركز الكون. احنا كده حلينا السؤال. دلل بمثال من عندك على احد خطا، هتقول الخطوه وتقول المثال عشان تاخد الدرجه كمان. دلل بمثال من عندك على احد خطوات التفكير العلمي المشار اليها في العباره السابقه. برافو عليك، انا قلت في صميم السؤال ان ده اختبار من خلال التجربه، انا بختبر من خلال التجربه. زي ما جاليليو عمل المثال المشهور جدا من فوق برج بيزا المائل، وفيلسوف اخر كان هو يعني الرائد في مجال التجربه، او اللي احنا بنقول عليه مؤسس فلسفه التجربه او التجريب بشكل كبير. فرانسيس بيكون على فكره هو عمل تجربه، خرج بالليل في ليله كانت بارده جدا جدا، ودفن دجاجه في جليد، هو انجليزي كان قاعد في لندن، دفن دجاجه في اللي معروفه طبعا ان لندن عاصمه الضباب، دي درجه حرارتها منخفضه جدا جدا خصوصا في الشتاء، عشان يثبت ان الدجاجه في الجليد او في الثلج مش هتفسد. فعمل كده فعلا، قعد انتظر، خرج في يوم كانت في عاصفه جليديه، هو ما استناش ان هو العاصفه تهدى عشان يتاكد ان التجربه بتاعته نجحت. ليه ان الدجاجه فعلا ما فسدتش بفعل بفعل الجليد، وقال عبارته المشهوره لقد نجحت التجربه. وخلي بالكم يا اولاد دي معلومه برضو اضافيه، ودفع حياته بثمن التجربه دي، جات له حاجه في اصيبه بنزله صدريه عنيفه جدا جدا ومات على اثاره ما قعدش كتير. ولكن عبارته الشهيره لقد نجحت التجربه صارت موجوده وصارت مشهوره جدا. يبقى انا عندي اهو اختبار الفرض، عندي تجربتين او عندي مثالين قلتهم، مفيش اي مشكله لو قلت مثال او تاني. يعني تعد بعض الحالات الشعوريه مثل القلق حالات بيشعر بها الانسان، زي القلق، التوتر، التعصب، الخوف، وكذلك الضغط العصبي.
دي من التأثيرات السلبية على تفكير العلماء. تخيل نفسك انك انت رايح الامتحان وانت متوتر ومتعصب، مش عارف تحل، في ضغط عصب عليك، مش عارف تحل، مش عارف تفكر. ناقش احد معوقات التفكير العلمي المشار اليها في العبارة السابقة، هتقول ايه هو المعوق هتناقشه، هتشرحه. تمام، دي العوامل الانفعالية، عوامل تخص الانفعال وعوامل تخص السمات الشخصية. يعني انا ايش بقى، انحياز العالم وتعصبه او انحيازك او تعصبك لفكرة او فريق معين، والقلق والخوف. لو انت فضلت قلقان وسيطر عليك القلق والخوف وانت بتمتحن، ده يخليك يعني مش هتوصل للنتيجة المأمولة اللي هو النجاح بتفوق، ولكن احنا عايزين نتخلص من ده. طيب الكلام ده بقى على مستوى العلم، لو العالم تعصب لفكرة معينة او نظرية معينة، مش هيكون في جديد، مش هيكون في اختلاف. كل ده يا ابنائي الطلبة هيقضي على قيم التعدد والاختلاف والنسبية، لان انا خلاص قلت نظرية واحدة هي المسيطرة، مش هيبقى في نظريات بألف ولام بالجمع كلمة نظرية، مش هيبقى في أفكار بجمع كلمة فكرة. إحنا العلم موجود وحاضر دائما لما يكون في أفكار الجمع، أفكار بلغة الجمع أو بلفظ الجمع، ونظريات، إن أنا ما يكونش فيه إن أنا أقول أمين أمين على كل ما هو مألوف ومسيطر. لو الكلام ده حصل يبقى أنا كده ما فيش تعدد، ما فيش اختلاف، ما فيش نسبية. تمام، وبوصلنا لهذا السؤال أبناء الطلبة، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. كنت سعيدة إن أنا معاكم النهاردة، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا بشكل كبير من الأسئلة، وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، هنناقش بإذن الله وهنعرض التفكير الناقد، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا على خير دايما، دمتم في خير وتفوق. كنت معكم دكتورة سماح عبد الله محمد إسماعيل، معلم أول فلسفة ومنطق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.